ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ولا نظير له ولا مثال له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده. صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته. كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله جل مجده في كتابه العزيز: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فَمَن جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فانتهى, فانتهى، فلهُ ما سَلَفَ وأمرهُ إلى الله، وَمَن عادَ فأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه, وأقاموا الصلاة واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, وذروا ما بقي من الربا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۗ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، قال ألبرت أينشتاين مرة شيئان لا حدود لهما الكون والجهل البشري. ولو أضاف عليهما ثالثا ما أبعد والجشع البشري. الجشع والشح جشع وطمع ورغب لا نهاية له. في التملك. يقابله شح وامساك لا نهايه له. لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى اليه واديا ثانيا. ولو كان له هذا الوادي الثاني لتمنى ايضا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب كما قال المعصوم عليه الصلاه والسلام، جشع عجيب لا نهايه له. وفي المقابل قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق، شح لا نهاية له. إذا هذان أمران أيها الإخوة، لابد أن يثلثا بهذا الأمر الثالث. جشع ابن آدم وشحه، والعياذ بالله، وهما متلازمان. الجشع شحيح أيها الإخوة، والشحيح جشع، والعياذ بالله. ولذلك، شوف السياق القرآني عجيب جدا. جاءت آيات الإنفاق، ولتها آيات الربا أيها الأخوة، هو هذا لا علاج لهذا الجشع، لهذا الرغب الذي لا يشبع ولا يرتوي إلا بأن يبسط الإنسان يده وأن يسعد بما خوله الله من نعمة ويسعد من حوله الإنفاق والله تبارك وتعالى يخلف خيرا على هؤلاء المنفقين يخلف عليهم يعني أخير أفضل مما أعطوا باستمرار هو هذا لماذا اقول هذا في هذه الايام اخواني واخواتي اعتقد اننا جميعا نتابع بقلق وبوجل وبتخوف ايضا علينا وعلى ابنائنا وذرياتنا الاخبار من هنا وهناك والتقارير والوثائقيات والتحليلات اشياء كثيره جدا الان تدور حول العالم تنذر بحرب ثالثه والعياذ بالله شيء عجيب وكانهم بثق فجاه في حس العوام في حس الناس العام لكن لدى الخبراء والمختصين من رجال السياسه والاقتصاد وحتى من المفكرين العظام لا هذا كان واضحا على الاقل في الربع الاخير من القرن العشرين وكتبت كتابات كثيره فرنسيه وانجليزيه وغير ذلك تنذر بان القرن الحادي والعشرين سيكون الاكثر وحشيه هكذا كتب مفكرون كبار ايها الاخوه وخبراء مختصون بعمق في هذه المسائل سيكون الاكثر وحشيه في حين ظن السذج ربما من امثالنا ان القضاء على الكتله الشيوعيه كتله الشر المحور الاحمر هذا الشر الاكبر هكذا كان يصور سيجعل العالم اكثر استقرارا واكثر سلاما لم يحدث هذا لسنه واحده في السنه التي قضت فيها الكتله الشيوعيه بالضربه ايها الاخوه القاضيه او بالسكته القلبيه لانها ماتت تقريبا بسكته قلبيه طب كل شيء انتهى كل شيء هكذا على حين غرة غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في نفس السنة 1991 غزتها دمرتها دمرت المشافي والمدارس والشوارع البنى التحتية عموما أيها الإخوة ثم أعقبت هذا الحصار هذا الغزو الظالم بحصار امتد أيها الإخوة لسنوات طويلة بقية فترة بوش الأب وأيضا إيه دورات كلينتون الرئيس إيبل كلينتون مات من جرائها اكثر من نصف مليون طفل عراقي ما في حليب ما في غذاء ما في دواء وطبعا في التلفزيون نحن راينا هذا حين قيل لوزيره الخارجيه الامريكيه في وقتها او ابانها مادلين اولبرايت يعني هذا ثمن باهظ جدا جدا هل يستحق الامر؟ قالت يستحق يستحق نصف مليون لا شيء نصف مليون صرصار عربي نصف مليون صرصار غبار بشري أيها الإخوة ممن عودت المشاهد الهوليوودية الحس والمخيال العالم والأمريكي خصوصا على أنهم ليسوا أكثر من غبار بشري يأتيك ريمبو يأتيك العرب يسموه رامبو يأتيك الريمبو هذا البطل العظيم سلفستر ستارون هذا يقتل مئات من أجل أن ينقذ مثلا أي رهينة طب هذه المئات ما ذنبها؟ غبار بشري أه؟ سقوط الصقر إيه الأسود ولا مش عارف إيه في الصومال نفس الشيء الناس يخضع عليه كانه غبار بشري حتى سينما متوحشه الذي يكتب هذا السيناريو والذي يمثل هذا الشيء هناك مزاج او مخيال متوحش ايها الاخوه يدرب الخيال على ان يكون مريضا ولا انسانيا لا يعتبر الانسان لا يحترم قيمه الانسان من حيث هو كأنه ليس الانسان الابيض الغربي وبالذات ليس الانسان الامريكي العجيب ايها الاخوه اننا الان كما قلت لكم على اعتاب ربما كارثه يقول المختصون لا اتحدث عن محللي اخبار ولا عن صحفيين درجه ثالثه، لا المختصون ايها الاخوه بالذات مرجاء الاقتصاد ثم بعض الساسه ربما لم تشهدها البشريه في طول تاريخها عجيب نحن امام كارثه لم تشهدها البشريه طوال تاريخها ما الحكايه؟ كيف؟ لماذا؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يجري وما الذي سيجري؟ طبعا ايها الاخوه اتكلم هذا الكلام واشعر كما يشعر غيري من المتابعين بان معظم البشر على ظهر الكوكب منومون هم لا يفهمون هذا لا يشعرون به ابدا لان الاخبار نفسها هذه الاخبار التي تشكل قاعده وعيهم وسقف الوعي حتى لديهم للاسف سقف الوعي في القضايا السياسيه والاقتصاديه وفي كل شيء هذه الاخبار ابدا لا تسمح لهم بان يلامسوا هذه المسائل الشديده الحساسيه لا تسمح لهم ولذلك ايها الاخوه قبل اكثر من ثلاث ارباع قرن تقريبا كتب الاقتصاد الكبير ويصح ان نسميه فيلسوف حتى الاقتصاد جون ماينرد كنز صاحب الكنزيه الطريقه المشهوره في الاقتصاد المنهج الشهير جدا كتب ولذلك يمكن للحكومه ويقصد الحكومه الامريكيه ان تقوم بسرقه ثروات الشعب بسرية بالغة دون أن يشعروا وبحيث لا يمكن إلا ربما لواحد في المليون أن يفهم ما يجري تسرق مستقبلك عرقك جهودك مستقبل أبنائك وبناتك دون أن تشعر أنت بدك تكون واحد في المليون عشان تفهم واحد في المليون يعني في أمريكا كل حوالي أربعمية فقط فهمين كارثة رهيبة هذا إنجاز أن يستمر في عهد جون ماينرد كينز لا يسوق فضيحة فضيحة أن يستمر في عهد النت السوشيال ميديا واليوتيوب وتويتر والفيسبوك لماذا؟ هذه وسائل خطيرة جدا جدا وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى تسمح بأن تتعمم الحقيقة بسرعة البرق من يفهم عليه أن يتكلم وكل من يصله الفهم عليه أن يعمم وبالتالي يمكن يمكن لا ندري آه لكن ينبغي أن يبادر هؤلاء الناس في الشرق والغرب وهذه معركة البشرية معركة العالم كله أن يبادروا إلى إقامة سدود يبادرون بها الطوفان. طوفان سيجتث الأخضر واليابس، يعني يمكن لجميعنا وليس إيه؟ لبعضنا، يمكن لجميعنا أن نستيقظ غدا ونحن فقراء مملقون، ليس عندنا ما نأكل وما نشرب. حتقول لي مخزن أنا مليون ولا شيء، تضيع كلها في لحظة. كل شيء أنتهي حتقول لي عندي عقار عندي كذا من يشتري من يتأجر مك... انتهى إلى أن يتعدل الميزان الله أعلم يعني يتعدل في عشرين في ثلاثين في خمسين سنة أه؟ يمكن أن تستفيد من عقارك هذا انتبهوا شيء خطير جدا أنا مخزن بالين بالدينار الكويتي بالدينار مش ما ينفعش كل العملات ستنهار لأنها مربوطة بالدولار فما القضية أريد أن أبسط أيها الإخوة أبدأ منذ البدايات بتبسيط شديد جدا جدا قبل ألوف السنين كان البشر يتقايضون السلع والاشياء مقايضة. انا اعطيك مثلا كيلا يعني كيلو جرام كيلا من الجبن وانت تعطيني ربع كيلو ايه من العسل مثلا. هذه القضية غير عملية ولذلك لم تستمر كثيرا، غير عملية. احيانا ليس لدي الا الجبن وانت لا ترغب في الجبن. وانا ارغب في العسل، ماذا افعل؟ وغير عملية ايضا من ناحية ميكانيكية ومن ناحية لوجستية. عندك ألف خروف و آلاف رأس مش عارف إيه كيف تنقلها كيف تعمل عملية يعني حتى لوجستية صعبة أحد الأذكياء أحد العباقرة والإنسان عبقري من حيثه قال لا لماذا لا نقايض كل شيء بالذهب الذهب موجود وهو نادر نادر جدا لا يمكن تزويره لا يمكن تزييفه وبحمد الله تبارك وتعالى كل خرافات وأوهام آه السيميائيين تعرفون السيميا قبل ما يكون هناك كيمياء، كيمستري يعني، كان في السيمياء هذه. حلم كان يدغدغ خيال البشر، الفقراء والأغنياء، أن يصنعوا الذهب، المركبات، من عناصر أخرى، كل هذا فشل. كل هذا فشل. ملوك طبعاً وأباطرة أرادوا هذا. ودفعوا تكاليف باهظة جدا، كل هذا يفشل، بفضل الله أنه يفشل. الذهب فقط يتولد أيها الإخوة من انفجار السوبرنوفا المستعرات العظمى. هذا لا يتولد هكذا. هذا من حكمة الله هذا العبقري الأول قال يمكن أن نقايض كل شيء بالذهب والذهب عملي لا يزيف لا يزور سهل حمله بكثير أنت يمكن أن تشتري ألف رأس خروف يعني بكمية ذهب تحملها في جيبك عملية ممتازة وتستطيع بالذهب الذي أخذته أن تشتري ما توجد أيضا من الآخر والثالث والرابع والخامس ممتاز هذه بداية الإيه؟ بداية المال النقدي أيها الإخوة بداية إيه المال النقدي جميل بعد ذلك الذين صار لديهم ذهب باتوا يخافون على هذا الذهب إذا حملوا أن يسرق إذا كنزوه أن ينبش أليس كذلك؟ جاء بعضهم بفكرة إيه؟ أول بنك بدائي أعطونا هذا الذهب نخزنه لكم لدينا حراسات قوية بسيوف وخناجر يمكن أن تحفظ لكم هذا مقابل إيه؟ مقابل عمولة بسيطة على التخزين طب كيف أضمن؟ أعطيك سنداً أعطيك سكاً وقع عليه أنا البنك بأن ايه؟ بأنك أودعت عندي كذا وكذا. هذا الصك مهم جدا جدا، هذا الصك سيستحيل بعد ايه؟ قليل أيها الإخوة إلى العملة ايه؟ الورقية، البنك نوت يعني، لأنه هذا الصك ماذا هو؟ هو سند ها؟ بالإيداع، سند بأنك أودعت لدي كذا وكذا من الذهب. تستطيع بهذا السند أن تسترجع الذهب. نفس الشيء توسعت الفكرة، صار لدينا ماذا؟ العملة الورقية التي تساوي ماذا؟ تساوي ذهبا. في الحقيقة هذه هي بدل أن تحمل الذهب أنت تحمل هذه العملة الورقية المغطاة كما يقال يعني كفرت باي يعني مغطاة مغطاة بالذهب طبعاً مئة من هذه العملة مثلا تساوي نفترض إيه مثلا إيه أونس أو أونصة يعني 28.6 من 10 جرام من الذهب مئة مثلا من هذه العملة مئتان من هذه العملة تساوي إيش؟ أونصة واحدة 28.6 من 10 جرام مثلا هذه هي الأونصة جميل جداً بقي الامر على هذا، هذا شيء طيب وعملي جدا، آه. ولم يحدث مشكلات حقيقيه، لم يحدث مشكلات حقيقيه. ايضا، لكي نفهم البدايه جيدا، في الولايات المتحده الامريكيه التي طبعا هي الاساس والراس ايها الاخوه الذي انتج كل هذه المشكلات التي تعانيها البشريه الان، والتي ستعانيها غدا، وقد يكون هذا الغد قريبا جدا. ان لم يكن غدا غدا فبعد غد او كان او كان قاضي كما قال الشاعر المصيبة يعني حالة حالة كل الخبراء يجمعون على هذا طبعا والحروب والنزاعات وإثارة الحروب هنا وهناك ها؟ هي حلول وقتية تؤجل الانهيار الكامل للدولار طبعا الاقتصاد الأمريكي وإذا انهار الدولار ينهار الاقتصاد العالمي لأن كل العملات العالمية بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالدولار كيف تم هذا؟ كيف تم استغفال الحكومات طيب؟ يتم استقفال الشعوب من أمثال مفهوم، احنا مش فاهمين شيء في الاقتصاد وعلم ليس علما عبقريا يعني. يعني اينشتاين حين اراد ان يتخصص وهو يقدر قدراته قال ادرس اقتصاد، قال سهل جدا تافه <applause> قال علم تافه هذا، ما ينفعش اضيع نفسي اينشتاين في الاقتصاد. طيب ادرس فلسفه، قال صعب جدا، الفلسفه صعب علي فلسفي، اخذ فيزياء قال بين الاثنين. ليست في صعوبه الفلسفه وليست ايه؟ في تفاهه الاقتصاد، علم سهل هذا الان سوف من خلال هذه الخطبه ستفهمون القصة هذه سنصبح إيه من واحد على مليون تعون إيه كنز إن شاء الله حنزيد آه. هؤلاء الملايين بسهولة عملية ليست إيه معقدة لكن طبعا كما قال إيه ماير كنز نفسه قال التعقيد متعمد purposely <متحدث> complex <متحدث> قال قال هو تعقيد مقصود purposely <متحدث> يعني مهدوف إليه أريد أن يبدو الأمر معقدا حتى ترتعب أنت ولا تقترب ولا تحاول أن تفكر ولا تحاول أن تفهم وبتفكر انه هذه طبيعه الامور ولازم تستمر هيك ما بتستمرش الاباء المؤسسون الفاوندر فادرز كما يقال لهم في الولايات المتحده الامريكيه في العالم الجديد كانوا سبحان الله ناسا كانوا ناسا اذكياء وكانوا مخلصين حقيقه لشعبهم وجمهورياتهم ومخلصين للمنطق الجمهورياتي كما يقال وليس لحكومة مركزيه واحده اتحاديه خاصة توماس جيفرسون ايها الاخوه. هذا الرجل مع ايضا ايه؟ جيمس ماديسون كانوا ضد اتجاه اخر يريد ان تحتاز الحكومه اكبر قدر من السلطات واكبر قدر حتى من التحكم المالي في شكل انشاء بنك مركزي هذا اي هاملتون وزير الخزانه الاول وايضا من الاباء المؤسسين هو كان رئيس الجيش الامريكي وهو اللي انشا الحزب الفيدرالي ضد على الحزب الجمهوري الديمقراطي حزب جيفرسون وماديسون ضده كان في صراع بين هذين الجناحين. تجاه جيفرسون هو الصحيح وهو الذي حدث بالحقيقه واستشرف المستقبل. قال نحن لا نريد ان تتغول الحكومه على حساب ايه؟ استقلال الشعب. لدى الشعب امران اما ان يقتصدوا ما في رفاه عالي، ما في وفر عالي جدا اقتصاد مع حريه وتظلون احرارا. واما رفاه مؤقت وعلى حساب أجيال آتية على حساب أبنائكم وأحفادكم رفاه مؤقت مع عبودية وعبودية شبه حقيقية قال أنا مع الخير الأول أنا مع الاقتصاد والحرية ولست مع الرفاه المؤقت والعبودية هذا اتجاه إيه؟ هاملتون واضح؟ كانوا يفهمون هذا حتى جورج واشنطن كان واعيا جدا بالقضيه بكل بساطه وكان يقول لا يحق لاي جيل يعني اي جينيريشن يعني لا يحق لاي جيل ان يوقع ديونا اكثر مما يمكنه ان يسدد في فتره حياته اي جيل بغض النظر الحكومة والشعب خاصه طبعا هو يقول إيه؟ الحكومه ممنوع ان توقع ديونا لا يستطيع هذا الجيل الذي وقع على هذه الديون إيه؟ ان يسدد لماذا سيسرق رفاه وازدهار اي مستقبل اولادنا ياتي اولادنا يدفعون اعباء جيل غبي، جيل احمق، جيل جشع، جيل طماع، جيل غير مدبر جي... هذا كلام جميل جدا فلسفه واعيه لكن على فكره امريكا الاباء المؤسسين ليست امريكا اليوم بالمره بالعكس اكثر من هذا الدستور الامريكي وباصرار شديد من الاباء المؤسسين ايها الاخوه رقم فيه كتب فيه فقط الذهب والفضه هكذا بالحرف فقط الذهب والفضة يمكن أن يكونا نقدا مالا عملة فقط لأنه لا يمكن طباعتهما طيبين كانوا واضحين طبعا البشر منذ خمسة آلاف سنة شرحت لكم بداية القصة بسهولة أيها الإخوة اكتشفوا إيه الذهب فعلا كعملة حقيقية مخزن للقيمة بلغة الاقتصاد ستور اوف فاليو يقولون مخزن للقيمه يعني انت تتعب الان تعزق في الارض أه؟ تربي الماشيه أه؟ تقطف الثمار تصيد الصيد تنشئ تخترع تبني تصمم من اخر جهود هذه وقت وابداع وعمل وامل والامل الصحيح واحيانا فراق وهجره ودموع تعب البشر وين يذهب هذا كيف يمكن ان يقيم هذا ويخزن في مخزن القيمه بالذهب جهودك هذا لالف ساعه يساوي مثلا عشر ذهبيات جهد هذا يساوي ثلاث ذهبيات شيء جميل وعادل ولا مش صحيح اه شيء جميل فير يعني وعادل حقيقه هذا مخزن القيمة، هذا مخزن إيه؟ القيمة، حتى الأوراق النقدية حين تكون مغطاة بالذهب مخزن القيمة هي مخزن للقيمة. ستور أوف فاليو، جميل جدا. الذي حصل يا إخواني أن الأمر استمر على هذا إلى أن كانت الحرب العالمية الثانية. قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، يعني سنة 1944 اجتمع الحلفاء الذين ايقنوا بالنصر، عرفوا ان ايه الكفه ايه وعلى فكره امريكا دخلت الحرب في اخر سنه عشان نعرف كمان هذه دخلت الحرب في اخر سنه لكي تنقذ نفسها وتضاعف مرابحها ومكاسبها واقتصاداتها، وفي الحقيقه ورطت البشريه في ورطه يبدو انها لن تخرج منها حتى تدفع اكلافا اكثر مما تتخيل. ونحن الان على فكره الجيل الذي سيشهد هذه الورطه في ذروتها او في قاعها. ما في كلام الكل يجمع على هذا نحن هذا الجيل ما تستناش انك ايه تغادر هذه الحياه بعد 10 و20 و30 سنه وانت لم تشهد هذه الكارثه لا ستشهدها ستشهدها ونسأل الله اللطف ونسأل الله الا يكون نسأل الله بطريقته بمن هذا شيء اخر لكن نتكلم الان بحسب المعايير العلميه حسب كلام المختصين اجتمع ايها الاخوه الحلفاء الذين ايقنوا بالنصر 44 ممثلا ها في فندق معين في ولايه نيو هامبشر بامريكا الولايات المتحده الامريكيه اجتمعوا يا الاخوه واتفقوا في مكان طبعا يعرف ايه بريتون وودز بريتون ايه وودز مشهور يقول لك اتفاقيه ايه بريتون وودز هذه في نيو هامبشير الولايات المتحده الامريكيه اجتمع هؤلاء ممثلو الحلفاء واتفقوا اتفاقا ممتازا اتفقوا على اتفاق عظيم ما هو ربط الدولار الذي سيصبح العمله ايه العالميه الاولى جميل لا باس امريكا قويه ورجحت ايه كفة الحلفاء وهزمة اليابان طبعا بجريمة كبرى وريجيما لا إنسانية على كل حال استعراض للقوة مخيف مرعب للآخرين الاتحاد السوفيتي ولكن اه سيصبح الدولار العملة الأولى المعتمدة سترتبط به كل العملات العالمية المعتبرة لكن بشرط أن يرتبط الدولار وهذا شرط بدهي جدا 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 لا يمكن أن يتجاوز بماذا؟ بالذهب يرتبط الدولار بالذهب بحيث يكون كل 35 دولارا تساوي او تعاد او تكافئ اونصه من الذهب 1 أونس يعني ايه 1 من, من الجولد او الذهب الخالص كما يقال عيار 21 او كذا جميل جدا ممتاز وانفض السمع على هذا طبعا كان من التوالي ان نشا ايه صندوق النقد الدولي صندوق النقد ايه الدولي هذا علشان ايش يقرض الدول المحتاجه بفوائد صحيح والبنك الدولي عشان يعمل ايه؟ اعاده الاعمار خاصه في اوروبا ايه؟ المهدمه، اعاده الاعمار، جميل. استمر الوضع على هذا، لاحظ هؤلاء الحلفاء بالذات بعد فتره ان الولايات المتحده الامريكيه فيما يبدو تنفق ببذخ تتوسع في التسلح، ها؟ أه؟ انخرطت بعد ذلك في حرب ايه؟ فيتنام، كلفتها الكثير جدا جدا من الاموال، من اين تاتي هذه الاموال؟ لاحظوا بداية المصيبة أنها تتوسع في الطباعة في طباعة إيش؟ الورق الدولارات بما يتجاوز موجوداتها من ماذا؟ من الذهب مصيبة مصيبة لماذا مصيبة؟ طبعا مصيبة واضحة لأنه إذا طبعت الدولارات أكثر مما إيه؟ يغطيه الذهب الموجود المحتاز لديها معنى ذلك أن كل دولار جديد سيضعف قيمة الدولار ماذا؟ السابق وباستمرار طيب يقول لك ما تضعف ايش المشكله؟ ما تضعف؟ انت كم مرتبك؟ تقول اخذ ايه؟ مثلا ايه 2000 دولار، اتقاضى 2000 دولار، اه هذان ال بعد ثلاث سنين ستصبح قوتهما الشرائيه، بيرشيسنج يعني باور، تصبح القوه الشرائيه عن 1000 ايه؟ و300 دولار، خسرت 700 انت. وهكذا بعد 10 سنين حصير ايه؟ ال 2000 يمكن يزيدوكم ب 2000 ونص حصير قيمتهم ب 700. نحن نعيش هذا على فكره. حتى هنا في اوروبا نفس الشيء نفس الوضع بس هناك ايه طبعا التاسيس للكارثه العالميه الكبرى، العالم كله يعيش هذه هذا التضخم الانفليشن، حنشوف ايش سر الانفليشن وايش التعريف الدقيق للانفليشن. هناك تعريفات كثيره وحاولوا يعقدوها التعريف البسيط للانفليشن هو هذا يا اخواني زياده الامدادات بالورق النقدي هذا. وعلى فكره الان غدا الدولار ليس مالا انتبهوا قبل سنوات حين كان ملتزما بالاتفاقيه حين كان مغطى بالذهب كان ورق الدولار ماذا؟ كان مالا ماني, ماني حقيقي هذا بدليل انك كنت تستطيع ان تاخذ ورقه الدولار هذه من اي فئه شئت وتذهب الى البنك اه وتستعيض بماذا؟ بالذهب بدي ذهب قيمه هذا كل 35 دولار بساوي اونصه ذهب والله صحيح انا عندي 350 10 أنصات اعطوني 286 جرام ذهب يعطوك عادي لازم هي معناها هذا الفرق اذا ايه بين المال بين الماني وبين ماذا ما صار يدعى بالاوراق الماليه فيات كرنسي كرنسي, كرنسي. ورق هذا ورق ورق فقط مجرد ورق عنده هيبه هيك من غير ايه حقيقه وارقام كل ورق مرقم يعني ايه مش اي واحد يطبعها احنا اللي بنطبع ومن اللي بيستفيد من هذا وكيف تتم سرقه جهودنا اذا انا صحيح انا اشتغلت أه؟ بألفين ب 2000 دولار المفروض 2000 دولار بتساوي ايش؟ مثلا اه 300 ساعة شغل ليش الحين صارت قيمتها ايه؟ كانها ايه؟ عن اربع عن 400 ساعة يعني شغله صار ايه قيمته؟ اقل طب ما هو شغل شغل في الحقيقة عملك جهدك انتاجك لا تقل قيمته قيمة الاشياء في حد ذاتها لا تزيد قيمة الورق هذا هي التي ايه؟ تنقص هذا الذي يحصل حتقول لي هيك فهمت انا صح انا جهدي انا عملت 300 ساعه شغل نفس 300 ساعه قبل عشر سنين كنت باخذ عليهم كذا كذا ولا مش صحيح وقوه شرائيه معينه كان يوفرها لي هذا النقد الان لا لا يوفر لي نصف هذه القوه ما الذي يحصل طب ما العمل هو نفس العمل قال لك لا 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 العيب مش فيك العيب ليس في المنتجات ولا في الخدمات ولا في الابداع ولا في الجهد ولا في العرق العيب في هذا الورق الذي ايه صارت قيمته تنقص لماذا تنقص لانه فكر ارتباطه بالذهب تقول لي هذه اكبر خديعه اكبر سرقه بالضبط هذه سرقه سوف ترون بعد قليل كيف صارت هذه السرقه مقننه يعني كما نقول نحن مشرعنه ليجلايزد يعني ثيفت سرقه مشرعنه مقننه بالقانون بقوه القانون اللي هو اصبح لعب ايضا خدوعه كيف تم هذا؟ طبعا حلفاء هذه الدول وقادها فرنسا والمانيا وبريطانيا فهموا عفوا ليس بالطلع. المانيا لم تكن حلفاء محتله طيب. فهم انه في لعبه معينه خاصه فرنسا قالوا لا ما الذي يحصل؟ فقام ايه؟ الزعيم الجنرال شارل ديغول وهاجم الدولار قال في سرقه في خديع ديسبشن كبير يتم علينا لا يجوز فرنسا بدات تستعيض ايه؟ عن احتياطها من الدولار بماذا؟ بالذهب، هاتوا ذهب، هاتوا ذهب. طبعا ارتفعت حمى الذهب، زاد الطلب على الذهب اضعافا. زاد الطلب على ايه؟ الذهب اضعافا طبعا عارفين انه ايه انه في محاوله اغتيال الجنرال ديكول كانت بعد ذلك اثبتت الوثائق ان الولايات المتحده الامريكيه السي اي إيه كانت ضارعة في المؤامره لاغتيال الرجل اراد ان يكشف اللعبه لعبه عالميه حد العالم انتم ايش اللي اغتيال لزعيم فرنسا ومحرر فرنسا طبعا ايه فشلت العمليه في الـ 68 ايها الاخوه عمت مظاهرات عارمة صاخبة فرنسا أنحاء فرنسا لك ثورة الطلاب الثورة الثقافية لحد الآن في إيه؟ علامات استفهام عن دخالة اليو اس في هذه الثورات الطلابية طبعا اضطر ديغول أن يقدم استقالته خسر رجل إيه منصبه وحرر فرنسا يعني عشان يتعلم كيف يعترض على إيه؟ على الكبار الكبار جدا جدا لا تضع رأسك برأسنا لست من مقامنا احنا بنعرف كيف نقدم ايه الخارجين من بيت الطاعة شيء غريب كويس طبعا إيه زادت إيه كما قلنا إيه الطلب على إيه الذهب اختلف إيه السعر الآن كيف اختلف طبعا لأنه الدولار الآن كشف صار كل أربعين دولار أيها الإخوة بأونصة الذهب مش 35. خمسة وثلاثين خمسة فقط راح اتفقت إيه أمريكا مع بعض حلفائها وخاصة مع بريطانيا للأسف الشديد اه. اتفقوا على إنشاء ما يعرف إيه بمجمع أو بول يعني اه. مجمع الذهب سموه مجمع ذهب لندن لندن اه جولد بول ليش؟ هذا المجمع وظيفته سنه 1961 وظيفته تثبيت سعر الاونصه ب 35 دولار عشان ايه؟ استبقاء ثقه الناس بالدولار بالعكس كل 35 بتساوي ايه؟ اونصه لا 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 احنا لا نلعب عليكم اشتغل هذا نجح قليلا <applause> وبعد ذلك ايه؟ انتهى كل شيء الناس فهمت برضه ايه؟ اللعبة للأسف الشديد 1971 وتورط كما قلنا إيه أمريكا حتى الثمالة في فيتنام وكلفها هذا مليارات المليارات خسائر فادحة جدا ولا بد من الطباعة طبعا المستمرة خرج الرئيس الأمريكي الراحل الأسبق نيكسون على العالم في التلفزيون وأعلن رسميا كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن فك ارتباط الدولار بالذهب مؤقتا إلى اليوم هذا الأمر جاري ما كانش مؤقت غير صحيح أراد أن يهدف فقط إيه؟ الشعوب والدول إنه هذا فك مؤقت لاعتبارات معينة فرنسا راحت تطلب إيه أيضا أعطونا ذهب بدل احتفظوا الدولار ما فيش ذهب أمر الرئيس تهمة في خلاص يبقى عنده الدولار هذا فقد نصف قيمته مثلا ربع القيمة هو هذا طلطجات فضش غريبة حتقول طيب ما دام كشفت العملية خلاص العالم كله بعد ذلك سيفك ارتباط عملاته بماذا؟ بالدولار وتبقى أمريكا بعد ذلك إيه؟ تنكش شوكها بنفسها تقلع شوكها بيديها حتى تنهار للأسف في عقول جهنمية رهيبة تسمعوا جماعة إيه؟ يعني بيلد بيرك أو بيلد بيرك هذولا اللي اجتمعوا في السويد هذولا كبار الساسة والاقتصاديين في الغرب خاصة من أمريكا أول اجتماع كان تقريبا إيه يعني أكثر من سبعين رجلا الآن بيجتمعوا عموما مئة وخمسين اجتماعات شديدة السرية كان في نفس واحد أعتقد 2012 في سالسبورغ اجتماعات شديدة السرية أول اجتماع لهم حوالي خمسين واحد منهم بيجتمعوا ثلاث أيام في السنة فقط هذول حكام العالم الحقيقي على فكرة بحكم العالم كله اللعبة الكونية وشديدة السرية اجتماعاتهم اتفقوا على ماذا على خطوات عجيبة لم تكن مفهومة في البداية هذا ما تسرب اتفقوا على وجوب رفع سعر النفط على وجوب سعر رفع سعر ايه النفط في 73 نشبت إيه حرب رمضان المجيد اكتوبر أقول لك ولا مش صحيح بين مصر واسرائيل طبعا مصر وسوريا واسرائيل جميل جدا قاطع ايه العرب الغرب بامدادات ايه النفط ما فيش امدادات نفط اه ازمه كبيره مصيبه السولوشن او الحل موجود الجماعه حطاه بعد ذلك يأتي الرئيس يتفق مع ملك السعودية الراحل فيصل رحمه الله ومع أيضا إيه رؤساء وزعماء وقادة بقية دول أوبك أوبك على إيش على إنه لابد أن تقبلوا فقط بالدولار عملة للبترول المصدر لا يباع البترول إلا إيه إلا بالدولار مقابل إيش نحرص لكم إيه هذا البترول الذهب الأسود عندنا قوات نعمل قواعد نعمل كذا ولا واحد بيقدر يهددكم احنا نحرس واحنا رفعنا السعر كمان والله صحيح سعر البترول هي مرتفع رفعوه اربعه اضعاف ما كان سابقا طبعا الاسعار بعد ذلك اصبحت اكثر بكثير لكن هذا كان ايه اضعاف ما كان سابقا للاسف وافق هؤلاء اكبر حيله ذكيه وشريره في التاريخ العالمي ما الذي حصل الان كل الدول الاخرى بدها ايه؟ بترول دولار رغما عنها الان ستعود تعيد ايه؟ ارتباط عملتها بماذا؟ بالدولار اللي هو مجرد ايش؟ كرنسي معظمه إيه هيك في ال 71 على فكره كانت موجودات الذهب ها؟ في امريكا خمس ايها الاخوه خمس الدولار المعروض للتداول الله اكبر شيء مش معقول خمس فالآن أنت مضطر أن تشتري إيه؟ الدولار وتدفع ثمن إيه؟ الدولار تعب أولادك تعب الشعب المواطنين تدفعوا لأمريكا بتعطيك ورق هي هذه قصة إيه؟ البترو دولار يقول لك البترو دولار هذه القصة اللعينة اللي بنعاني منها لليوم وبعد هيك حتقول لي آه في ناس تمردوا يعني صدام آه في الألفين في الألفين عارفين طب بعد الحصار الرهيب هذا آه من واحد قال لك خلاص أنا حبيع إيه؟ النفط طبيعي باليورو ظهرت عملة ايه اليورو احد يبيع اليورو اهلا وسهلا 2003 تسقط ايه العراق هذا السبب الحقيقي أسلحة الدمار كله كلام فارغ كله لعب هذا ضحك على الناس هذا السبب الحقيقي لا غير مسموح لأن اليوم صدام بكره ايران بعد السعوديه تنتهي امريكا برضو اه لا ممنوع الا بالدولار لعبه ايه البترو دولار ايران قصته هذه إيران تريد كانت يعني وحصلت على موافقة مبدئية من بعض الأطراف أن تبيع نفطها بغير الدولار قصة كبيرة هذا النزاع الحقيقي وموضوع النووي السلمي هذا كله إيه؟ شيء ظاهري هذا النزاع الحقيقي هو هذا الدولار قوة الدولار استبقاء هيمنة واستعباد ايه الدولار للعالم وحكومات وشعوب واتعاب البشر شيء مقلق ومحير وعجيب طب القذافي كمان حتى القذافي هذا المجنون آه اللي كان عنده بعض العقل في بعض المسائل بلا شك. ربما لم نكن نعرف هذا. القذافي كان يدور على إيه اكثر من دوله افريقيه، رغم صحيح، ويعطي مئات الملايين، ويعطي مليارات، ليش طيب؟ مش لانه اهبل، لا. كان يريد ان يخلق اتحادا من اكبر عدد من هذه الدول لكي يتعاملوا بماذا؟ بعمله جديده ذهبيه. اوراق لا، كارنسز نو فقط ذهب. كان هذا ايه؟ حيعدل الميزان وحيدمر برضه ايه؟ الدولار لو نجحت الخطة لو نجحت الخطة الآن للأسف الوقت بدأ يتضيق في الجزء الأكثر عبثية وسريالية ولولا لولا أن مسؤولين أيها الإخوة حكوميين سابقين وفي مؤسسات اقتصادية كبرى أيها الإخوة ولولا أنه في خبراء اقتصاديين عالميين أكدوا هذا ما صدقت لكن هذه الحقيقة هذه هي الحقيقة وهو أكبر صدمة أيها الإخوة ستسمعونها ما هي؟ من الذي يطبع في الولايات المتحده الامريكيه هذه الدولارات الورقيه هذه؟ الغير مغطاه. المفروض وزاره الخزينه تريجري ها؟ المفروض البنك المركزي لا في فرق انتبه ما تخربطش في البنك المركزي وفي التريجري وزاره الخزينه، وزاره الخزينه حكوميه صح هذه مديونه يا حرام مديونه دمرت نفسها ودمرت شعبها مديونه لمين؟ لا بنك الاحتياطي الفدرالي لبنك الاحتياطي إيه الفيدرالي فيدرال ريزيرف يقول لك بنك طيب هذا فيدرال لا هذا برايفت هذا بنك هذا بنك شخصي ليس حكوميا ليس حكوميا هذا ليس حكوميا بنك تملكه جهات معينة بالأحرى أشخاص معينون هذا الذي كان يخاف منه واشنطن وتوماس جيفرسون وهذا الذي شرعه للأسف الشديد اول وزير ماليه او وزير ايه خزانه امريكي هاملتون للاسف الشديد او 20 سنه افشل البنك ثم جاء اندرو جاكسون الرئيس ايه الحكيم ايضا المخلص لشعبه وامته جاكسون وكان ضد البنك ايضا اغتالوا ولم تنجح محاوله ايه ضرب بالرصاص لم تنجح محاوله اغتيال ايه الرئيس الامريكي اندرو جاكسون وظل وراهم حتى حطم البنك وهو على فراش الموت سالوه واخر كلمه قالها ثم اسلم الروح ما هو أرجى شيء وأفضل شيء صنعته وأنجزته في حياتك؟ قال لقد قضيت على البنك أي قتلت البنك قضائي على البنك هو أحسن شيء سويته أمريكا. وكان فاهم ولكنهم لم يستسلموا 1910 يجتمع عشرة عشرة أشخاص من كبار أصحاب الرساميل بأسماء مستعارة الناس عرفوا منهم إيه؟ جي بي مورغان في عزبته في جورجيا اجتمعوا عشر وحتى مورغان نفسه كان عنده اسم مستعار كلهم بأسماء مستعارة وقالوا لا لابد إيه أن نعيد قصة البنك وحطوا مخططا جهنميا وقالوا هذا البنك لابد أن نعطيه اسما نفهم به الشعب الجاهل الأجنورات اللي مش فاهم حاجة لليوم للأسف الشديد لهم ولا شعوب العالم أنه هذا بنك للدولة بنك الحكومة سميه فيدرال فيدرال يعني إيه؟ اتحادي فيدرال ريزيرف الاحتياطي الاتحادي بنك الاحتياطي الاتحادي وببلع الطعم وهكذا كان ليش؟ عندهم عميل في الرئاسة. هينتخب بعد ثلاث سنين اه 1913 ويصبح ايه؟ رئيسا وودر ويلسون اه هذا وقع على ايه؟ المشروع الخطير المخيف قبل ان ايه؟ يصبح رئيسا حين انتخب الرئاسة وقع معهم الله اعلم ايش اعطوه كيف أغرؤن المهم هو قصة داخل في الأخ... في العملية الاخطبوطية هذه طب وقع على ماذا؟ وقع على ض... إيه؟ على فرض ضرائب على الدخل ضرايب على الدخول الانكم يعني اه انكم تاكس ضريبه دخل ما كانش قبلها في ضريبه دخل في امريكا تخيلوا تشتغل وتستثمر لك ما في ضريبه دخل الان لأول مره ضريبه دخل حتقول طبيعي طبعا ضريبه الدخل تذهب الى المستشفيات الى المدارس الى البنى التحتيه الى الناس هذه والناس المحتاجين والغلابه لا الشعب الامريكي الى يقعد يقول لي اه كيف الشعب هالامه العظيمه اللي عندها مئات المليارات اه يعني بتنفق هذه قبل أربعة السنين وخمسة أيوة. 475 مليار على التسلح أكثر مما ينفق العالم كله حصل شيء زي هذا في التاريخ أكثر مما طبعاً لأنه في أوراق تطبع آه لسه ما فهمناش إحنا السر الصادم إلا جميعاً ما فهمناش السر الصادم جميعاً إيش اللي بصير؟ البصير كالتالي يأتيك السياسي ويقول انتخبوني وأنا سأرفهكم سأنفق عليكم أنا سأعطي ينتخبه الناس هذا أهم شيء أهم بند في الإيه؟ في الانتخاب يعني في البرنامج الانتخابي أنني سأنفق ستعيشون في بحبوحة في رغد من العيش فالناس تنتخب ويأتي هذا ينفق في الحقيقة ليس عنده ما ينفق عنده عجز هو عنده إيه؟ عجز هذا عجز الإنفاق هذا عجز الإنفاق ديفيسيت أب سموه سبيندينج عجز الإنفاق ماذا تفعل الحكومة الأمريكية عاد من عشرات السنين عشان هيك لما تسمع أنت إيه تقول لي الدين الوطني في أمريكا أكثر من الدخل اه القومي السنوي ما تفهمش ليش طيب؟ يعني الدخل على اساس ايه؟ 12 تريليون والدين قد ايش؟ 14 16 17 اكثر مصيبه هذا سبب الانهيار الذي سيحصل حتما في يوم من الايام، ليش؟ ايش القضيه؟ القضيه انه بسبب العجز ايه في الانفاق ايها الاخوه الحكومه تقوم بهذه الحيله كما قلت لكم معقده لكن بسيطه اذا فككتها ليست معقده. هم عقدوها الناس لا تفهم تصدر سندات سندات بوندز بسموها ومن المفارقات العجيبه أن الباند هذا السند في الاصل ماخوذ ايه؟ من معناها العبوديه بالتراضي تعطي ايه؟ رقبتك بالتراضي وفعلا عبوديه عبوديه حقيقيه يستعبد الشعب واجيال اخرى لم تاتي لا يعلمها الا الله واخرين ايه؟ يعني منهم لما ايه؟ يلحقوا بهم عبيد يصبحون عبيدا حقيقياً طيب تصدر سندات سندات ماذا هي سندات بدين طلب دين قروض هي تقول اخرضوني كذا وكذا وانا سارد اليكم في ظرف مثلا خمس سنين او عشر سنين المبلغ زائد ماذا الفوائد زائد وتطرح هذه السندات في السوق يعني مزاد تعمل مزاد وكزون تطرح الحكومه الامريكيه تخيل هذه شغل الحكومه تدبير هذا او تدمير تطرحها في السوق تأتي المؤسسات المالية تأتي الأبناك أو البنوك وتأتي حتى إيه؟ الدول الأخرى الصين والهند وأي دول بدها ما زاد مين إيه يشتري مين إيه يعطي ويأخذ بعدين إيه بفوائد هذا هو قرض يعني دولة تقترض مثل ما يقترض أي واحد فينا جميل في العادة تفوز البنوك الكبيرة البنوك إيه الأخطبوطات هذه الكبيرة تشتري هذه استندات لا تحتفظ بها بدورها تقوم هذه البنوك الكبيرة التي اشترت اشترت ايه سندات للترجري ها شو ترجري وزاره الخزانه مين بيصدر هذه السندات؟ وزاره ايه الخزينه او الخزانه الامريكيه يعني وزاره الماليه الامريكيه واضح؟ الغلبانه ما لهاش هذه بتصدر السندات تشتريها البنوك الان البنوك تذهب بها ايش؟ الى الاحتياطي الفيدرالي فيدرال ريزيرف بانك بتقول له ايه بدي ابيع وبفوائد استفيد بقول له ماشي الحال طب هذا بنك الاحتياطي انتبهوا تذكروا دائما هذا بنك شخصي في الاصل لهؤلاء العشره المجهولين نعرف منهم ايه جي بي مورغان ومين الثانيين والله على الحين كم واحد صاروا بس هم ايه فئات قليله جدا جدا هذول لاحظين العالم لاحظين امريكا والعالم آه. هذا بنك شخصي احفظوا هذا بنك خاص وهذا البنك المركزي الامريكي لاشخاص يملكه اشخاص لا تملكه ايه الحكومه وعلى فكره وممنوع الت... ما بتقدرش حتى المحكمه العليا سبريم كورت بتروح تفتش عليه يعني ممنوع مالهاش علاقه ولا السي اي اي ولا المباحث الفدراليه ولا العسكري ممنوع حصانه مطلقه عنده ما عندوش موجودات ولا اموال اموال بياخذها ايه المستفيد وبيعيشوا فيها طبعا بيشتروا جزر وطائرات خاصه واشياء شغلات رهيبه اه ما في عنده ايش بيعملوا بيشتري هذه السندات تحت الخزانه الامريكيه من البنك المتوسط وسيط هذا الحين صار وسيط هو بشتريها وبعطيهم شكات طيب الشكات هذه آه على المكشوف ولا في برضو إيه رصيد فالحقيقة ما في عندهم رصيد بس إيش بيصير الآن هنا انتبهوا هنا تحدث عملية خطيرة جدا سريالية من لا تصدق لكن هذا ما يحدث باستمرار للأسف الشديد وعلى الدوام وتسميها الإدارة الأمريكية أساس المال هذا الفاونديشن تبع المال أساس هذا أكبر أكذوبة يتم هنا ايش؟ خلق المال من عدم من لا شيء بطباعه ماذا؟ الاوراق. من الذي يعطي امرا لدار الصك يو اس مينت اسمها يو اس مينت هذه هذه دار الصك للعملات في امريكا، مين اللي بعطيها الامر اطبع عملات، اطبعي لنا اي مثلا ب 500 مليون. الاف ار هذا فيدرال ريزيرف بنك، البنك الاحتياطي، البنك الخاص. بقول لدار الصك اطبعي لنا نص مليار، يلا هيا بدي في ظرف اسبوع يكون عندنا ايه نص مليار بدنا نعطي البنوك ها وبعدين برجع الايه الاف ار هذا بنك الاحتياطي على مين على الخزانه الامريكيه بقول عندي سنداتك اه هاتي مع الفوائد جميل الخزانه الامريكيه كيف حتسدد بنك الاحتياطي الديون تبعتها لازرتها بالصكات هذه شوفنا قصتها مع الفوائد عاد فوائد مركبه مرهقه جدا جدا احيانا تضعف الدين آه اكثر من مره كيف بسددوها؟ عرفوا القصه الضرائب تاكسز ادفعوا ضرائب ادفع 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 حتقول لي يعني بشكل عام ضرائبنا احنا كشعب ما بتروحش النا معظمها لا يذهب لنا بذهب لمين؟ لبنك الاحتياط الفدرالي اه بخذوهم منه. الله 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 الله, الله. ايش القصه هذه؟ ايش المصيبه هذه؟ هذا ما يحدث بكل بساطه بكل ولذلك امريكا فيها من سنوات طويله زهاء أربعين مليونا فقراء لا لقين يأكلوا ولا يلبسوا ولا وين يباتوا مساكين هومليس أربعين مليون أربعين مليون في أقوى قوة اقتصادية أساس في العالم وأقوى قوة إمبراطورية في العالم أربعين مليون فقراء معدمون لأن الضرائب لا تذهب إليهم لا تذهب إليهم هذا أساس القصة أساس اللعب كله لكن متى سيستمر إلى متى سيستمر هذا يا إخواني هذا القصة الآن إلى متى سيستمر هذا؟ تسمعون أحيانا في الأخبار أشياء لا تفهم يقول لك إيه في نقاش حاد واحتد النقاش في الكونغرس تحت قبة الكونغرس عن إيه؟ عن موضوع سقف الدين Dead سيلينج يقول لك إيه؟ سقف الدين إنه يعني إيه؟ إيه سقف الدين؟ في نهاية المطاف النظام نفسه مصمم لكي تزداد القروض وتزداد الفوائد تزداد القروض وتزداد الفوائد باستمرار طب لو حدث توقف في لحظة معينة ان على فكرة الان فهمتم ما هو الانفليشن اذا التضخم؟ التضخم بعبارة واحدة مجرد زيادة في ضخ الأوراق النقدية هذه. سبلاي تبعها الإمداد يعني بسموه ايه؟ امداد العملات كرنسي سبلاي. زيد انكريز، زيد بصير تضخم فقط. مين بدفع ايه؟ الضريبة المسكين، مين بدفع كذا؟ أنت وأنا. جهودنا بتروح في الهواء معظمها بتروح في الهواء. من المستفيد؟ المستفيد هؤلاء فقط الذين يملكون ايه؟ طبعا في عندنا ايه موضوع البنوك بعدين عاد حتى البنوك نفسها عاد وكيف تلعب هذه قصه ثانيه ربما ايه؟ مشابهه جدا جدا يا اخوان نفس الشيء تقريبا لكن للاسف الوقت اصبح ايه؟ ضيقا هذه الحقيقه يقول الخبراء والمختصون كلهم الان يحذرون انه هذا النظام الان على وشك ان ينهار في لحظه معينه بتوقف الايه؟ الانفليشن يعني امريكا بقول لك سقف الدين الى متى حتبقى إيه الحكومه تستدين ولك دين وطني اللي بيسمع من الشعب كله يعني ابدا هو دائما ايه الاحتياطي الفدرالي الذي يملكه اشخاص معدودون اشخاص محددون الناس يجهلون هوياتهم مش معروفون من هم الان احفاد اولئك طبعا واحفاد احفادهم لكن من هم لا احد يدري بضلهم محدودين جدا 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 قال لك هذا السقف الى متى هل ممكن نرفعه زياده ولا خلاص طب وقف اه لانه الى متى تبقى إيه؟ الحكومه ايه تستدين تستدين مش معقول ديونها الان اكثر من ماذا من الدخل ايه القوم السنوي كارثة كبيرة هذه في الحقيقة حيتوقف في يوم من الأيام إذا توقفت الحكومة عن إيه؟ عن الاقتراض حيصير ماذا؟ يتوقف إيه؟ الإمداد بماذا؟ بالأوراق يعني طباعة الأوراق هذه الفارغة حيتوقف ولا مش صحيح؟ طيب إذا توقف إيش حيصير؟ الناس برضه حتبطل إيه؟ تقترض الآن على فكرة حتقولي لي كيف في إقراض في أمريكا وتقريبا سعر الفائدة أحيانا بصل صفر طبعا من لا شيء وبعدين بيستعبدوك هم جهودك وبيوخذوا بيتك وسيارتك وعرقك وتعبك كله بالفوائد المركبه هذه بيعطوك سعر فائده صفر تقريبا احيانا، سعر فائده صفر لانه مش مال حقيقي، لكن جهدك حقيقي وبروح عليك وبروح اولادك على واضح؟ فاذا توقف هذا الناس حتوقف عن ماذا؟ عن الاقتراض. اذا توقفنا عن الاقتراض انت عارف كل دولار كل جنيه انت بتقترضه اه حتنفقه اذا انفقته حيكسبوا واحد ايه؟ ثاني وهكذا. بصير في ماذا؟ في حركة، في نوع من إيه؟ الحركة. كل هذا حيبدأ إيش عاد؟ يتوقف شيئاً فشيئاً، دخلنا في طور بسموه إيش؟ ديفليشن، عكس الإيه؟ الإنفليشن، اسمه الإنكماش. آه، إنفليشن، ديفليشن، دخلنا في الديفليشن. إيش الديفليشن؟ باختصار أيضاً يصبح الحجم <applause> الإجمالي للطلب أقل من الحجم الإجمالي ماذا؟ للعرض، ولا مش صحيح؟ آه. الآن العملة تصبح ماذا؟ شحيحة، ترتفع ماذا؟ قيمتها بتنزل ايش الاجور والمرتبات هذا ديفليشن ولا مش صحيح آه دخلنا في ورطه اخرى دخلنا في ورطه ايه اخرى الان ايها الاخوه ممكن يجتمع عندك الانفليشن مع الركود في البدايه اه ليش طيب لانه اذا قيمه إيه العمله اصبحت ايه ضعيفه قدرته الشرائيه ضعيفه يصعب ماذا كسب المال جني المال لانه انا مرتب 1500 يورو ولا مش صحيح قبل عشر سنين كنت بقدر اشتري فين عشرة اشياء، الان بشتري ايش؟ ستة اشياء، الان ساقتصد في ماذا؟ في الشراء، ولا مش صحيح، بصير اذا ايش؟ الكسب يكسب بعضه من بعض، الشراء كذا، الحركة، التداول إلى أو بسموه الترانز أكشن أو أكشنز، يعني المعاملات هذه تقل تقل تقل، لما نيجي إيش؟ كما قلنا إيه؟ نضطر نيجي على الديفليشن، إذا وقفت الحكومة الاقتراض، أو وهو الأسوأ يقولون تعلن إفلاسها، تعلن افلاسها طبعا اذا وقفت ايش حصير اذا وقفت الحكومه وقفت الاقتراض هل البنك الفيدرالي حيوقف ايه طلب استحقاقاته إيه؟ لا هاتي الخزينة هاتي وهل حتوقف البنوك اللي انت استدنت منها ثمن بيتك وسيارتك واكلك وطعامك وشرابك ولباسك حتوقف برضه ايه طلب بايه بديونها ابدا هات 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 ولا مش صحيح طيب الان بصير كل الجهود كل التعب تبع الحكومه وتبع الشعب فقط يذهب لماذا لتمويت الدين وفي الأخير إيه؟ ينتهي المال هذا كله يبقى ماذا؟ دين كثير ما فيش إيه؟ كيف نسدده؟ يحصل ماذا؟ الكولابس الانهيار بح! إذا انهار الدولار انتبهوا عاد وهي طريقة انهيارية أه؟ إذا انهار الدولار تنهار كل العملات العالمية تقريبا لأنها مرتبطة به ولا صحيح يقول لك اه الجنيه المصري وكذا كذا وعندنا احتياطي العمله الصعبه، شو العمله الصعبه؟ الدولار بالذات الاحتياطي حيصير هذا قيمته ولا شيء، هذا انهار، ولا صحيح؟ آه. الحكومة الأمريكية لم تعد تقدر تسدد. المصرية لا تسدد أيضاً، أنا لا أسدد، البنك المؤسسة، الشركة، اب اب، انهيار رهيب على جميع المستويات، في الشركات، في الوظائف، في كل شيء، ما عاد حدا يستطيع أن يسدد، ولا حدا حتى ربما يعطي، يحدث انهيار يقولون لن تكون له سابقة في تاريخ الدنيا، الكل سيعاني. الكل حصير عريان وجوعان وعطشان نسأل الله أن يؤجل هذا أو أن يلطف بنا أو البشرية جمعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم <applause> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي جي أف كينيدي قتل وحضرت أفلام أنتم قرأتوا كتب ليش قتل آه ما لا يقال لنا في العادة أنه قتل حقيقة هذا هو الأرجح لأن الرجل وقع قانون واحد 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 زيرو قانون يعني 11 11 صفر ايش هذا القانون؟ هذا القانون بموجبه بموجب هذا القانون يحق فقط للخزينه الامريكيه تجري اصدار عملات حقيقيه مغطاه بالذهب. يعني هو وقع قانونا شن به حربا على ماذا؟ على الاحتياطي الفدرالي بعد بضعه اشهر قتل الرجل. جاء بعدين ايه؟ اه رئيس اخر ابطل قانون كندي لكي يعيش ويعيش المستفيدون وسالوا عن المستفيدين وقد عرفتموه. الآن أعتقد ستفهمون لماذا أي أيضا هذه الخطوة العجيبة الغريبة التي بموجبها ستحاك المملكة السعودية وسوف يتم وضع اليد على أرصدتها وأموالها هناك مئات المليارات من الدولارات وربما يرهن بترولها لخمسين ستين سنة أيضا هي عمر أو ما تبقى من عمر هذا البترول تفهمون لماذا؟ لأنه في أزمة هناك حقيقية أزمة يريدون افتعال حروب التلويح بحرب نووية أيضاً حقيقة لا علاقة لها لا بالعرب نحن اغبى نحن مغفلو العالم على فكرة نحن الذين يلعب علينا ويلعب بنا نحن مغفلو العالم القضية كلها هي هذا قضية اقتصاد ومنافع لا لها علاقة بأيديولوجيات ولا بأديان ولا بكذا كل هذه وسائل نحن للأسف نقدمها بغبائنا بعض المسلمين وبعض العرب لكي يشتغل ايه المخطط ويستمر ايه المخطط يطحن في الجميع والعياذ بالله تبارك وتعالى، اعتقد في هذا الضوء ستفهمون اشياء كثيره، نسال الله ان يفهمنا وان يعلمنا وان يلطف بنا وان يلطف بالعالم كله يا اخواني. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به من عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة